السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نعمل لكم سلسلة جديدة اسمها البيم والكروتة، أو كيف تكروت في البيم. سبب موضوع السلسلة دي إيه؟ كنت بكلم مع صديق فبيقول لي أنا عايز أتعلم ريفت، قلت له جميل جدا. قال لي بس أنا بكره الريفت والبيم. طب ليه؟ قال لي عشان ما بعرفش أكروت فيه، ما بعرفش أعمل شغل أي كلام فيه. في الأوتوكاد أقدر أشد أي خطوط وخلاص، الشغل كده اتبعت وسلم وكل حاجة. ممكن اعمل باب في الهوا، تمام، ممكن اعمل العمدان طايرة، ممكن اعمل اي حاجة انا عايزها بدون ما افكر. يعني ارسم خطوط وترسم الاوتوكاد، مش هيجي في مرة يقول لي لا الحاجات دي مش هينفع ترسم، انما في البيم لا، هيقول لي دي مش هينفع تتعمل. ف دي فعلا مشكلة. طيب هي بالممارسة بتقدر تكروت في الريفت، ما تقلقش، يعني هتعرف تعمل برضه شوية خطوط، تعرف تحط علامة مثلا معينة مثلا، أو تعرف تعمل حاجة جينيريك موديل. فموضوع الكروت ده ممكن نعمله سلسلة خاصة كيف تكروت في الشغل بتاعك وربنا يسامحنا. يعني ممكن تعمل مثلا هاتش بدل الحائط مثلا وكده. لا طبعا، من اكبر المزايا في البيم ان هو بيقلل فكره الكروته فعلا. يعني ان انت ما بتعملش الحاجه مش هتنفذ، ايه لازمه ان انت تعمل الحاجه بينما في الواقع ما ينفعش تعمل، في الواقع مش صح، ما فيش باب هيتعمل من غير حيطه. بالعكس، يا ريت يبقى في مقيدات اكتر والتزام بالكود. يعني انا بتنبأ ان خلال فتره بسيطه جدا، ممكن من 5 سنين، يبقى في مقيدات في قلب البرنامج للقوانين. تقول مثلا انا ملتزم بالكود المصري او الكود السعودي او الكود الاماراتي او الكود القطري او الكود الامريكي، فيقول لك لا لازم الحاجه دي تعمل مثلا بعرض مترين، ما ينفعش تعمل بعرض متر ونص وهكذا. فتبقى الموضوع ده موجود في قلب البرنامج نفسه، يعني ان شاء الله ده قريبا، تمام، او يبقى في ادنى ستة الموضوع ده. فهو من ضمن المزايا ان هو بيقلل لي الحاجات، الحاجه اللي مش هتتنفس في الموقع ما تتنفس في البرنامج. ايه الفائده ان انا اعمل حاجه شكلها حلو قوي وابعت واخد ابروفل، ما هو في الموقع هيلبس في الحيطه وهيدعي عليا. لا فكده احسن، صدقني كده احسن. في ناس برضو بتكره موضوع الريفت، وكلامنا بعض في النقطه دي بصراحه، ان هو مثلا شغال بلامينك فمتعود ان هو يرسم، يحط البروكه بتاعت حوض ويرسم خط، ملوش دعوه راح فين جاي منين، وخلاص هو بيرسم خط وخلاص، تمام. فلا، لما بيدخل في موضوع الريفت، لا لازم ينزل بشكل معين، ولازم يعمل ترابه بشكل معين، ولازم يعمل اسلوب بشكل معين، وتصرف بشكل معينه واكتر معينه، وبيدخل في حاجات هو ما يعرفهاش. فبتبين الضعف بتاعه، وبتبين ان هو في جزء مثلا ما عندوش خبره فيه. بينما هو لو خده الموضوع بقوه، ان شاء الله يعني تفهمه حاجات كتيره جدا، او تزود عنده قدره التخيل بتاعت الحاجات هتتعمل ازاي وهكذا. فان شاء الله يعني طبعا صدق ان احنا نعمل سلسله في كيف تهبك الشغل، يعني نعتذر عن السلاسل دي، خلينا نركز في ان احنا ازاي نعمل حاجه بشكل كويس ان شاء الله، وربنا ييسر لكم الخير ان شاء الله.